وتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه اغتيال هنيه سيكون له الكثير من التداعيات الواسعه علي المنطقه وبالاخص ملف التفاوض بين حماس واسرائيل لا شك أن اغتيال إسماعيل هنية الرقم الصعب في معادلة حركة حماس سيكون له تداعيات واسعة على ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين المعقد بسبب التعنت الإسرائيلي رغم جهود الوسطاء مصر بادرت إلى التنديد بالتصعيد الأخير وأكدت أنه ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى جيج الصراع في المنطقه اما قطر على لسان رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نددت بالاغتيال مشيره الى انه نهج اسرائيلي يدفع الى التساؤل كيف يمكن ان تجرى مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته التصريح الاغرب خرج به المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه انهم ملتزمون تجاه مفاوضات وقف اطلاق النار في غزه مؤكدا على الرغبه في انجاح اتفاق تحرير المحتجزين وهو الموقف الذي ينافي كل اجراءات حكومه الاحتلال منذ انطلاق عمليه التفاوض، واشنطن الحليف والداعم الرئيسي لحكومه نتنياهو قالت انها تمارس ضغوطا للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزه، ولكن قرارات اليمين الاسرائيلي تضعها في وضع حرج، وستكشف الايام على ماذا تراهن واشنطن في تحقيق تقدم في هذا المسار، لا شك ان السلام الاقليمي والدولي بحاجه لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد الاستهتار بمقدرات المنطقة وهو ما تقابله سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتهور سياسي لا تحمد عقباه